الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في أخبار الفن والفنانين. أثارت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما زعمت إن النجمة المصرية ياسمين صبري تقاضت في حلقة رامز مجنون رسمي مبلغ ضخم قدره 2 مليون دولار، ما جعل رواد السوشيال ميديا يفتحون النار على ياسمين صبري. ونشرت مي العيدان على تويتر وإنستجرام منشور تهاجم خلاله موافقة ياسمين على عرض حلقتها مع رامز جلال في برنامج رامز مجنون رسمي، وقبولها لأجواء التعذيب والخوف الذي بثه رامز في قلبها وأن تظهر لجمهورها بهذا الشكل الذي بدت عليه. وقالت مي العيدان في منشورها: ياسمين صبري قبضت مليونين دولار مقابل تتهزق ويتمسح بكرامتها الأرض مع رامز شكل أبو هشيمة ممكف فيها. وتوالت التعليقات على منشور مي العيدان قبل أن تحذفها جميعا لاحتوائها على تعليقات سلبية كثيرة، حيث قال بعضهم قبلت بإهانة نفسها ب2 مليون وتقول إنها حبت زوجها لأنه بيضحكها، باين إنها إنسانة مو مادية أبدا أبدا، تحب الضحك والفرفشة، هل مبلغ يكفي كام أسرة محتاجة ويزوج كام إنسان ويطلع كام سجين، وأرقام فلكية يتم الترويج لها كنوع للتسويق للبرنامج وضخامة تكلفته، ما أعتقد 600,000 دينار كويتي لأجل حلقة مدتها نص ساعة وإجمالي مشاهدها طلعت فيها ما تتجاوز 15 دقيقة. وتساءل فريق آخر من المتابعين عن مصدر مي العيدان في تلك المعلومة قائلين: ليه يعني أنت كنت موجودة وقت توقيع العقد؟ وسخر آخر منها بقوله: لو أنك مكانها كنت وافقتي ب2000 دينار. وعلق البعض على ظهور الضيوف بملابس اعتيادية وكأنهم يعلمون مسبقا بما سيحل بهم، خصوصا ان ياسمين صبري ظهرت ببنطلون خامته مقاومة للماء ومكياج خفيف جدا مقارنة مع اطلالتها المعتادة. وشغلت حلقة ياسمين صبري رواد التواصل الاجتماعي اذ حاولت ياسمين ان تتوسل الى رامز بحيلة الدخول للحمام، لكن رامز لم يستجب لها وظل يمارس هوايته في ارعابها، وقال: هجيب لك الحمام لحد عندك. ثم واصل تدويرها في الكرسي وهي مقيدة وأجبرها على خلع خاتم زواجها. وأحدث رامز هذا العام ضجة بعد عرض برنامجه رامز مجنون رسمي، والذي حول فيه ضيوفه إلى مادة ساخرة، أطلق ضدهم عبارات غير مناسبة ووصفهم بألقاب اعتبرها البعض مؤذية. وبدأ المتابعون يطالبون بإيقاف برنامج رامز مجنون رسمي، وكذلك قدم بعض المحامين المصريين بلاغات ضد رامز جلال داعي لتوقيفه عن الشاشة، مثل المحامي المصري عمرو عبد السلام الذي تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام متهما النجم المصري بالتحريض على العنف بشكل واضح من خلال المقالب التي ينفذها في ضيوفه.